للمنتخب العربي السعودي في استضافته للمنتخب الأيسلندي في هذا اللقاء. نعم، وحينما أقول المنتخب السعودي يستضيف أيسلندا في أبوظبي فأنا محق في هذه الجملة ووصفي في المكان السليم، كون المنتخب السعودي طبعا هو صاحب للمكان وصاحب للضيافة، وهو يجري معسكره الإعدادي النهائي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. فأهلا وسهلا به، والمنتخب السعودي اليوم يواجه أيسلندا في لقاء ودي دولي القبل الأخير في أبوظبي، وبعد ذلك مباراة ودية هناك في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الرياض في مرسول بارك. زكريا هوساوي، عبد الله عطيف، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الرحمن العبود، علي الحسن، هتام باهبري، رياض شراحيلي، نواف العابد، هيثم عسيري، وكذلك عبد الله أرديف. كامل التوفيق إن شاء الله للمنتخب السعودي. صافرة السيد أحمد عيسى، فبالتالي الكويت 7 مرات لعبت أمام أيسلندا، فازت أيسلندا 2 مرات، خسرت من الكويت 4 مرات أو خسرت مرة وتعادلت 4 مرات. واجهت المنتخب السعودي في 5 مرات، فازت في مرة واحدة وتعادلت في مباريتين وانتصرت في مباريتين، وهذه المواجهة السادسة وكلهن وديات. سالم حلوة بيلعبها لسعود عبد الحميد، يلا يا سعود من لمسة، كرة أمام المرمى، اللمسة لم تكن بالمستوى المطلوب من فترة. الأخضر السعودي ودنا يعني بوفرة الأهداف، نعم سجل في المباراة قبل الماضية ولكن في كثير من المباريات ما سجل. يا سلام، هذه الكرة تصادموا الربع، تصادموا، لكن قوموا، الكرة اللي فهد المولد بيموه بيكسب من خلالها ضربة ركنية، وأصبحت عادة، يعني عادة كبيرة جدا كما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تواجدنا في كأس العالم قال خلاص أصبح شيء دائم. كرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة أمام المرمى، ترجع مرة، راح تكون أحلى، راح تكون أحلى، سلمان أحلى يا سلمان، سلمان لعبها، الكرة أمام المرمى، حد يخلص يا شباب، والكرة إلى خارج الملعب. يا سالم ما لها داعي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. سالم من الأسماء اللي ننتظرها في كأس العالم، مهارته، سرعته، كراته المباغتة، تسديداته، توغلاته، مهارته، كل هذه أمور ننتظرها، لكن الكرة الماضية جاءت لسالم على القدم التي لا يفضلها. وكذلك عبد عطيف، كان هدف لسبيت خاطر لمنتخب الإمارات، ومباراة انتهت بالتعادل. هذه كرة مرتدة، مرتدة، عبد الإله العمري حط جسمه بشكل ممتاز، بشكل ممتاز عبد الإله العمري بيخلص الكرة الماضية. معظم الدوريات في العالم مستمرة، وبالتالي استحالة أن تلعب مثل هذه المباريات الودية، لكن كان بإمكان على الأقل مواجهات عربية عربية. كرة الآن لسالم الدوسري، يلا يا سالم، سالم مشاه حلوة، يلا يا سعودي أمام المرمى، السلام، ضاعت، ضاعت ساعة وسلامات يا فهد المولد. ودنا بأهداف يا الأخضر، لكن لما الكرة تكون تحت أقدام المنتخب السعودي ويبدأ يتفنن في وسط الملعب أنت أمام متعة. شوف سلمان كيف لعبها الكرة أساسا من سالم، كيف كانت إلى سلمان، كيف التمويه اللي كان من فراس، كل هذه أمور إن شاء الله أنها تعطي الحافز الأكبر للمنتخب السعودي. وما يدريك لعل الأخضر يذكرنا بما حدث في كأس العالم 94، يا لها من مشاركة لا تنسى. كرة لسالم، سالم، سالم بيجرب وبيسدد، والكرة بيد حارس المرمى، وتأهل قبل الأوان. كرة ملعوبة بتتسدد من سالم، تتخلص، تصل لبريك على الجهة اليسرى، لبريك عالية عرضية، خروج، السلام، الله عليكم يا سعوديين، ننتظركم في كأس العالم يا صقور. سعود عبد الحميد لأول مرة في حياته يسجل براسه من ظهير أيسر إلى ظهير أيمن، واظهر يا سعودي وبان، كأس العالم تنتظرك اليوم وغدا وأمس. الأخضر السعودي يتقدم بأول أهداف المباراة، كان ودنا بهدف. السعود لأول مرة يسجل برأسه ويعلن عن تقدم المنتخب السعودي، وعلى فكرة سبحان الله السعودية تسجل بالرأس الآن في أول في هذه المباراة، وفي التصفيات سجلت عن طريق الظهير الأيسر ياسر الشهراني بالرأس في مرمى فيتنام لو تتذكرون. المجموعة السادسة، المنتخب العربي المغربي، ما راح يسددون، ما راح يسددون، ما في فعالية أبدا. سلمان انتبه، فاول وخطأ لمصلحة سلمان الفرج، لا يا سلمان،
انتبه انتبه، هذه اللقطات اللي أنا قاعد أحذر منها في بداية المباراة. لا تحتفظون بالكرة أكثر من اللازم مع لاعبين احتكاكاتهم البدنية قوية. الآن سلمان يشكو من كتفه، لا إله إلا الله، إن شاء الله مشافة معافى يا سلمان، لكن يبدو هناك التواء في سلامات إن شاء الله، إن شاء الله بسيطة. يعني سلمان أحد أهم اللاعبين في كرة القدم السعودية، من إصابة لإصابة، لاعب مهم، لاعب قيادي، لاعب يغير كثيرا في أرضية الملعب من ناحية الصناعة، التسديد. هذا اللي أنا أحذر منه يا أخواني، هذا اللي أنا أحذر منه. لماذا؟ لأن في التحامات قوية من المنتخب الأيسلندي، المنتخب ما عنده اللي يخسره، المنتخب السعودي يتعرض لإصابات يعني، وبصراحة يعني ألا تستكمل المباراة أفضل في بعض الأحيان من أنك تخلف إصابات بهذه الطريقة. الآن كابتن المنتخب السعودي مصاب، وتدخل آخر وثاني وثالث، مرة على سالم مرة. إذن سلمان الفرج يترك أرضية الملعب، أيمن يحيى راح يشارك، أيمن يحيى راح يشارك، شوف 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 لعب الكرة لعبد الإله المالكي، صافرة السيد أحمد عيسى درويش تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم للمنتخب السعودي بهدف سجله سعود عبد الحميد وبصناعة محمد البريك. وأكثر خبر غير جيد في هذا الشوط استعدادي يظهر من خلاله الملامح اللي راح تكون عليه تشكيلة للمنتخب السعودي في المونديال وفي كأس العالم القادمة، علما بأن المنتخب السعودي تعرض لخبر حقيقة مزعج إلى حد ما، وهي إصابة سلمان الفرج بالكتف، وهي إصابة متكررة نتيجة التحام مع لاعب المنتخب الأيسلندي. هذه كرة باتجاه أيمن يحيى لكنها بتتخلص، برافو سعود، تخلصت، رجعت الكرة، تقدم الآن للمنتخب الأيسلندي عالية وعرضية، لا زالت الكرة أمام المرمى وفرصة هدف، ولكن أهدرها المهاجم ماغنوس. يعني يحاول أن يكون ستايل هالاند، يحاول يعني شكل خارجي ممكن، لكن كأداء لا. وين هالاند؟ إمكانيات كبيرة، أرقام قياسية، تحطيم، وهذه فرصة كانت صراحة محققة لمنتخب أيسلندا. أمامية، دقيقة التاسعة، أيمن يحيى من لمسة، يا أيمن من أي لمسة، يلا يا فهد داخل منطقة الجزاء، والكرة مطالب فيها بركلة جزاء لفهد المولد، ولكن الحكم يعطي الاستمرارية. هذا اللاعب، شوف هذه كرة فهد المولد، احتكاك عادي كان موجود في اللقطة الماضية، كيف احتكاكه، كيف الكفرين، كيف التغطية، كيف التنسيق، فراس، يا سلام يا سلام، فراس إلى كنو، كنو معه سالم، سالم اللي عبد الإله، اللعب من لمسة يا شباب، من لمسة يا شباب، الكرة لأيمن يحيى، من لمسة يا أيمن، الكرة الآن لسعود، سعود لأيمن، أيمن لسالم، سالم إلى من؟ إلى من سالم؟ إلى أيمن، أيمن يا سلام، الكرة لسالم، انتبه يا سالم، يلا يا سعودي، الكرة بيحاول من خلالها ولكنها طالت، طالت طالت الكرة المعادية. كل لاعبي المنتخب السعودي ننتظر الحقيقة، الآن 4 تبديلات لمنتخب أيسلندا، راح يشارك 23 اللي هو جاسون، وراح يشارك كذلك اللاعب رقم 11 وهو بياركي. تحول الهجمة من أهم محطاتها، سالم الدوسري لبريك، معك أيمن، لعبة لأيمن، يلا يا شباب، ثاني ثاني ثاني، لكن الأخضر يرفض. أيضا رياض الشراحيلي،
هذا أيمن يحيى اللي نزل مكان الأساس المصاب سلمان الفرج. شوف هذه الكرة معاه، الكرة معاه، شوف كيف نزل. المفروض العكس، يعني خلونا نقول عبد الله مادو ممكن مكان حسان. اوه يعني خلاص خلاص خلاص، اتركه يا سالم، اتركه يا سالم، هو ثقافته بهالطريقة. يعني بصراحة تدخلات عنيفة مضرة بمنتهى البرود من منتخب أيسلندا.